راه بيطين بغيت نقولها كلمه في هذا اللايف. عندي ها كلمه ماشي جوج، وها الشهاده. هو الشهاده عمره 66 سنه، ولكن شوف سي بوشيبه، انا لا اشهدك على جور، لا اشهدك على جور، فهمتي؟ اللهم بارك المطعم وحط طابه زوينه. مشينا ازكزا وقلبه مازكزا، داكشي ملح تبارك الله، كيعجبني المعلم باقي نويضي، باقي تبارك الله عليه. اللي بغيت نقول الكلمه، عدلت البيكالا ديالي اليوم في خنيفره، بيكالتي عدلتها، ها اللي بغيت نقول، ما تشهدش في هذا الشيء، بيكالتي عدلتها في خنيفره، عدلت البيكالا ديالي في خنيفره. هذه هي رساله لذاك الناس اللي كيستغلوا الناس، حشومه عليكم. السيكليست ديالنا، هذه هي رساله من حقنا، جينا عند الناس بغانيين. ناس مدينة خنيفرة بعيدة على الاقتصاد الكبير ازيد من 300 كيلومتر. عدلوا لي بيكالا، تهلاو فيا. عدلوا لي بيكالا، شنو عدلوا لنا سيدي؟ عدلوا لنا ديال الفران، شو سميتو؟ الكلاكيطات ديال الفران، أربعة. بشحال؟ كلاكيطات ودار الزيت وسرح لي الرويطة، عدل لي الفيتاس وحسب، بشحال؟ ب 100 درهم. أرخرخه الله وليدي. ب 100 درهم اربع جدادين العازة هذيك، وهذيك جوج قدام جوج قدام، وهذيك الشكل كتعجبني. المعلم كيعاود لي، خلي له واحد غزل لي بيكالا ب 30 درهم. واش بصح ولا لا؟ بزاف. شو ما غسلتي بيكالا ديال 30 درهم، ما قلتي 1000 فرانك، ما قلتي 1500، وبزاف. هذه واحد الرسالة، وحنا غنشطانين وتبارك الله تغدينا، اللهم بارك. فهمتي ضربنا اليوم الجداد، ضربنا الجداد العام سيدي، اللهم بارك وأنفقوا مما رزقناكم. كما كنقول الدعوة ديالي، اللهم كرم الكرامة والله يدي الزكرامة. المعلم رشاد واحد الحمامة فيتو. وهذا ما كان أخوتي، وتبارك الله عليكم، تحياتنا رياضية، حيت كاين الناس خداو واحد الحرفة، ماشي حرفة، خداوها هواية. هذيك زوينه هذيك، وماشي واحد خصو هاي، فهمتي ولا؟ هاي الشط فوا شوف غدا مقيس اشرف، فهمتوا الكلام واضح وباين. بيكالا عدنا للكلاكيط، دابا سبحان الله فتح لي الشاهيه، بغيت تعوضها عندي ماشي هذيك. المعلم قال لي سير عنده هذي، قول لي خلينا هذا بهذي. تبارك الله عليكم اخوتي. نعم ياك المعلم عفريت اخويا، شنو كتشوفوا بيكالا كيف كتخدم، والناس تيعدل ويعطيك حقك، اقسم بالله حقك ديه، اقسم بالله حقك يعطيه يديه، ماشي بحال خي مول باش صاحب سي بوشيبه قال له اه حيد انت من تما، حيد من هذاك البيت، حيد جاو واحد الناس كثر منك، حيد انت تا بوتي، جاو الناس كراوند، كتعدل لي بيكالتي وخليك مع بيكالتي حسن اجي تقبل، فهمتوا؟ وهذه واحد التحيه فهمتي، شوفوا علينا الله يجزيكم بخير باش نحبوا بيكالا ونزدوا القدام، وما تستغلوناش الله يجزيكم بخير، وتبارك الله عليكم. تحيه رياضيه، هادشي هذا الميساج بغينا نوصلوه. ياسين البكوري فاين الحماق النحيلي، مرحبا مرحبا. ولكن هذاك اللي كتبتيها راه ما نسمحلكش، هذاك اللي كتبتيها الاخرانيه انا بارئ من هذيك الجمله اللي كتبتيها، ما نسمحلكش حتى يوم القيامه ام رب العالمين ناخذها منك حسنه. شكرا. ما قال والو فهمتي، قال لي جويقي، وانا جويقي، انا جويقي. سي محمد مرحبا، تبارك الله. سي محمد ابن اخي النحيلي، اللهم بارك. وهذا اخوتي ما كانوا، تبارك الله عليكم. اجي الخبيث، الله سي بحال بينكا يلا با. اللهم بارك. واخوتي تبارك الله عليكم، وكنحييكم وشكرا. هذا ما كان، تبارك الله شبعنا، اللهم بارك. كل معلم مسكين وخا كياكل ما كيكملش. انا كان تحيي الكراب، علاش؟ اش المعلم؟ اش حيت الكراب؟ اليوم خدمتي؟ لا طريقه كيفاش؟ دونك قلتي دابا صافي، دابا ولا في سيل كما كيقولوا، سيفيل. تحياتي سيدي يعقوبي، الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا شكرا. تبارك الله عليكم اخوتي، وهذا المكان، الله يرحم لكم الوالدين. السيكليست ديالنا تهلاو فينا، فهمتوا؟ السيكليست ديالنا، وبالخصوص رجع عندك شي دراج تعاون معاه، وبين له الفضائل ديال الدراجه وشور عليه،
ما طيش هذاك الضربة ديال الضربة كنفلقك. مؤخرا بت واحد السيد عرض عليا وحنا خرجنا بالأموال ديالنا، خرجنا في هذه الرحلة بفلوسنا لا نطمع في أحد، ولكن ملي كتلقى واحد كيعرضك هذاك العرضة ديال كيما كتقول سي بوشيبة ديال العروبي ديالنا فهمتي، بحال كيما قال معلم هذاك العرضة اللي ما تقطعش الجلابة راه ماشي عرضة. أنا السيد مسكين تهلا فيا وعدلني بيكالا فابور وما عدل لي شي فابور، حتى ملي بغيت نمشي نباس معاه هاد قال لي راه ما نتخلصش منه. قسما بالله الله يجازيه بخير سيدي الحسن ديال سيدي يحيى وسعد، تحياتي لذلك الناس الطيبين الله يجازيهم بخير ونعاودوها ونكرروها. وحكى لي مسكين قال لي انا درويش في العمل ديالي، واخا كنشوف شي واحد كنتعامل معاه كنتهلا فيه فهمتي، يعني ما كنشدش الانسان كنجيفو. وانت عدلتي ابولون كتقول له راه 50 درهم، الله يا ودي يا صاحبي راه حشومه. هذا ما كان اخوتي تبارك الله عليكم. طارق كيشاهدنا دابا، طارق او او تحيه لخاي جمال، جمال الرشيد صاحبي الطنجاوي الله يحفظك فتحي. الله يحفظكم اخوتي تبارك الله. اليعقوبي محمد النحيلي مرحبا، الحمد لله والله يا سي محمد رحنا بخيرين، سلم على مالي الدار. وفين وصلتوا؟ حنا مازال في بخنيفره، خنيفره عجبتنا، خنيفره زوينه. وفين وصلتوا نبيل جاوبتك فتحي بالصحه والراحه، الله يعطيك الصحه المرضي الله يجازيك بخير. جمال قال لي سلم على السي بوشيبه، انا المعلم نبيل الرحيمي، ناس المغرب كاملين دارو كبيره الله يا ودي. كاين شي ناس مساكن خي نبيل خصهم يعني يتاهلوا شويه كما قلنا لكم في مدينه خنيفره، واحد السيكليست ديالنا سيدي الحسن وواحد المرضي واحد الشلح الله ماشي شي الصحراوي في سميتو اصاحبي، وهذا كويس سميتو الحسن. الحسن هو مولد يعني ذو المحل وصاحبنا البطل حتى هو غير تبارك الله السي عبد العزيز الله يجازيه بخير تهلا فينا ود الخير ود الكرام، عدل لينا البيكالا وخدا معنا النصيب فهمتي، ولكن ماشي ضربو 20 درهم الخدمه ديالو، دار لنا البيكالا الفران عمل لهم الزيت وسرح لي الرويضه ولصق لي السلك ديال الفيتاس، يعني كان خصو معلم 50 درهم حلاوه 50 درهم والله، وكنتي في القصر الكبير عند شي وحدين ما كنجمعش كلشي عند شي وحدين والله حتى يفلقك ينزل عليك الضربه السماويه كتخبى راه واش نقول لك المجدوبي في سكندري واش المجدوبي المجدوبي اه المجدوبي ما كنخلصوش فهمتي المجدوبي كلشي طلع. تبارك الله على خيي خالد، خالد ناس ايطاليا الله يحفظك، تحياتي خويا من عصام ايطاليا الشماعيه مرحبا خي عصام شكرا. تبارك الله على خي فريد المسكيني جزاك الله خير، صاحبي فريد كيرحب بينك قلنا مرحبا بكم المعلم والله العظيم راه هو حني، واه كيعرف هذاك الشفار اللي سقط البيكالا، الشفار اللي سقط البيكالا صيفط لي التصاور ديالو صاحبي فريد المسكيني الله يجازيه بخير. ما قلنا خاي فريد من المدينه نتايا ما كملت لكمش، هو السيد اخوتي بقى كيزوق فيا قال لي تبات معايا وانا عندي الدار خاويه، بقى عليا مسكين مشيت تبات معاه وتهلا فيا الله يجازيه بخير. سي الحسن ديال سيدي يحيى وسعد، سي رشيد الفي تي تي صاحبي فوقاش غتجيو، سي محمد ان شاء الله باقي شي سيمانه ان شاء الله بحال هكذا. وانا في يد قال لك الزائر في قبضه المازور، هذا الحليلي دمنت المعلم دمنت دابا سمحنا فيها فلتتنا ديك المغاره. الله يحفظك اخي المسكين شكرا اخي فريد الرحيمي. نبيل قال لي علاش ما تهزش الدوزان معاك، شحال قدك توزن خي نبيل فهمتي بزاف الله يحفظك. سيدي مصطفى اليعقوبي صاحبي تبارك الله الابطال جميعا وبالصحه والراحه الله يحفظك اخي رشيد المرضي، شكرا لكم اخوتي تبارك الله عليكم. نحن في احسن حال ونعوذ بالله من شر حال النار، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه ايها الطيبون ايها الكرام، صراحة لا بغيت تعرف بالحقيقة ديال ولاد الشعب المغربي، خرج عندهم خرج عندهم يكرموك يتهلاو فيك، ولكن هذا واحد التندير يعني قال لك المعلم اللي ما كانش عندك العسل قال لك اللي ما كانش عندك العسل في الدار ديروها في لسانك، الشارج كيتشارجا نظرا للتليفون كيتشارجا، وهذا كنستغلوا الفرصة هذا ما مشيناش عند المعلم، ها المعلم هو فهمتي ولا؟ نويضي تبارك الله وكيتهلا فينا
ملي كنا غادي ندينا معانا جوج كيلو ديال جوج كيلو ديال العنب او التفاح والبرقوق والبرقوق انبخل بعينك ما تخافيش معلم الله يهديهم هذا وبغينا نشريو التمر لقينا شويه غالي واحد التمر مزيون سي محمد قال لي افتح الواتساب ماشي دابا سي محمد ماشي دابا فهمتي دابا التليفون كنشارجيوه بالدرع والله العظيم والجفاف الجفاف المعلم التليفون الشارج ديالو نحيدو ديالو الشارج مضخم وندير ديالي صاحبي اللهم ارحمني وارحم والديا هو 100% صاحبي 100% مرحبا دابا مسح هاد الويفي هاكا السي المعلم هاكا وليدي والله ما كنسخاو بكم اخوتي والله العظيم قسما بالله نحبكم في الله فريد المسكيني نشوفوا ان شاء الله اخي عمر انا جيت لتطوان ان شاء الله اخي فريد الله يحفظك شكرا وعندي بزاف اصدقاء كيدخلوا عندي وكيعرضوا عليا ويقولوا لي مرحبا بك والله العظيم اقسم بالله النهار باش شنو النهار معلم باش هنايا خليفه لا انا باش جيت هنا بواحد ديال 7 سنين البارح شنو سميت النهار البارح الجمعة والله الا واحد السيد مسكين قسما بالله وانا عزيزة عليا خوتي الخلا عزيز عليا الخلا انا سامح في الدار ديالي وسامح فهمتي في كلشي الخلا المخلي رانا الغابة رانا الفيافي فهمتي وشوية ديال التكرفيصة وهادي واحد التونيات كانوا عندي فيهم شي ديال الشراب والخمر عين المعلم صراحة كنستافد منه بزاف سمحوا لنا لا نشرنا شي منشورات بهذيك التونيات سمحوا لنا ها هو دا سامبل هذا كنعطاه لي الرجل المحترم السي صابر على هذا النقل نكن له التقدير والاحترام جزاك الله خيرا حنا ولاد الخير وما كنساوش اللي كيعمل فينا الخير هاد الدوني هذا عطاه لي السي صابر هذه حقيقه ياسين الله يحفظك شكرا نحمد الله ونشكر اخويا عبد الرحيم ولد مبارك تحيه على ابو حفص الحلي السي بوشيبا بصحتكم اخي والحمد لله فهمتي السي بوشيبا كان شاط كنكونوا غدا في الطريق كتسمع وين الحيلي ايوا كيقول لي ويا او موي وهذا خوتي فضل الله والله العظيم وهذا الحيلي وهذاك الحولي زيتي في عنقك وهذا الحيلي لا اله الا الله جزاكم الله خير اخوتي والله العظيم باش نطلع معاك سي محمد فين طلع معايا ودير اللايف انستغرام واخا سي محمد ما كنفهمش الانستغرام والله يلا الاخوان كنتمنى نكون قريت تعليق ديال الاصدقاء كاملين المعطي ابو ضيف بوشيبا سخفتيه يسخف قومين هذا يا ولا تبعتيه وما كيعيا ما والو يا ربي يا ربي والو المعلم ولكن صعيب الحال زعما الطاقة اليوم كنت برا خصني غير سبيكالا اليوم خصني غير سبيكالا لو كان معنا يوسف الجميلي صاحبنا لو كان يوسف شكون يدير؟ كان يبيع تما كان يبيع كان هاي وليد اخوتي يعني بيكالا كنبغيو باش فهمتي نتعلموا الصبر فهمتي تبارك الله عليكم وكنحيوكم وتحية للأسرة النحيلية كاملة نحن في احسن حال والسلام عليكم ومع السلامه وتبارك الله عليكم دمتم في رعايه الله وحفظه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتهلا في صاحبك اللي معك واحد البطل باغي يطلع معانا ولكن كان قبله ما كيطلعش ها هو مرحبا اضافه هل توجد اضافه ميلود ها هو يلا مرحبا بسي ميلود يا الله المرضي اعطيه العصير بكاس كبير اخويا سي محمد وتهلا في صاحبك اللي معك والله يا ودي هذا السي بوشيبا هذا صاحبي الاستاذ ديالي هذا هو الخليفه اللي تهلا السي بوشيبا اللي قال لي عطيه العصير بكاس كبير يا سي محمد كتجلدي يا صاحبي والو اخي ميلود الشغل ما طلعش تحياتي تحيه للعائله الشريفه عائله العطار العطار الله يعمرها دار حمزه الصديق ديالي الوفي الناس ولاد حميد نحبكم في الله يلا اخي ميلود ما بان لي والو هنايا
تبارك الله عليكم اخوتي. يعني الملخص الكلام ديالنا هو استغلال السيكليستا ديالنا. تبارك الله عليكم ومع السلامه، نحبكم في الله، والله يجمعنا اخوتي في دار كرامته. وفي الاخر الكلام ديالي، واخا كنحرج في هذا الكلام ديالي، ولكن انا هيدا اخرجوا من جحوركم. واشي جماليه، واشي ضخامات عندنا في هذه البلاد. وربي واللي بغى الدنيا هيديها وها خليهم صاحبي، خرج تمتع بعدا، حتى لو وقع ما وقع بعدا تكون سمعتي، خرج تمتع. شوف يا عيني، تمتع يا قلبي، فهمتي؟ كنقول لك حق في المصيبه، وافرح يا عيني، وافرح يا القيساليه هذه. ايه يا وليدي الغيبه كي دايره، واحد الغابه اليوم جيتي مع الطاله موحه، واحد الغابه اليوم والطايح صار من نايض، المعلم مات، مات السيد مات، ونضجت شا والقروده 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 وتحرم لك يبلك يا الله، لو مثل الذي مات استغفر الله العظيم. واحد قريب عيت من الكواني، ولكن في الاثنين، ولكن بيكالا زعما حب لا ينتهي. تبلو تبلو بيكالا خوتي، والله العظيم ونعم الرفقه بالدرجه الهوائيه. تبارك الله عليكم، ما كنصحبش بكم، مع السلامه. شكرا لكم يا اصحاب القلوب الطيبه، وقبل ما نتعلموا الرياضه نتعلموا الاخلاق. الله يجزيكم بخير، وشكرا لكم، مع السلامه، نحبكم في الله. هذا عمر ابو حفصه وزينب الحلي يحييكم، مع السلامه. الله يحفظك عبد الرحيم، بارك، شكرا. يلا سي محمد، سلام، سلم على باباك، سلم على امي، الدار سيدي اليعقوبي، الله يعطيك الخير، شكرا، مع السلامه. ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار، والسلام عليكم ورحمه الله.